بالنسبة للمعلقين، يعني أنا هتكلم على المعلقين الجدد. النفسي في معلقين كويسين جدا، لكن تايهين، أنت خد بالك. يعني إذاعة شباب الرياضة بتختبر ويطلع يذيع على طول، وكمان يروح الفضائيات وهو كلام ماشي، بس لازم بعد فترة لازم أعمل عملية تحجيم. ده كويس، ده نص نص، ده ما ينفعش. ليه بقى؟ لأن في ناس كويسة كتيرة جدا في وسط الأولاد دي، لكن ضايعة مش لاقي حد يقيمها. فأنا بطلب من شباب الرياضة والتلفزيون المصري إن هو يبدأ يحط الناس دي في التقييم. واحد هيقول لي طب يعني إيه تقييم؟ أقول له في ماتشات تقيلة أديها له فلان، مش حكاية دور، خد بالك. في ماتشات واحد بيتهته، لا استنى شوية. يبقى أنا كده عملت نوع من الصف الثاني القوي، لو إحنا برضو مشينا في المشوار ده. بس حضرتك النهاردة كابتن محمود بكر بقى مدرسة مستقلة بذاتها. أنا بتكلمش على نفسي، أنا بتكلم دلوقتي على حضرتك. لا أنا بتكلم على الجدد. تمام، أنا مع حضرتك. لا إحنا خارج الخدمة خلاص، يعني رجلي جوه ورجلي بره خلاص. لا يا كابتن ربنا يديك الصحة، واخد بالك. أنا بتكلم على المعلقين الجدد اللي فيهم أولاد كويسة بقى لهم سنتين ثلاثة أربعة بيذيعوا. هرجع مع حضرتك اليوم، بس نطلع فاصل سريع. ماشي، فاصل ونرجع تاني مع كابتن محمود بكر.